بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سلام الله عليكم أحبابي في الله في هذا الدرس الجديد، والذي سوف أشرح فيه طريقة تحميل الويندوز 8 النسخة الكاملة والنهائية التي تم إصدارها من مايكروسوفت منذ تقريبا شهرين، نزولا عند طلب بعض الإخوة الكرام. لهذا كل ما عليكم فعله هو نسخ أي رابط من هذه الروابط التي سوف أضعها أسفل الفيديو. فإذا كنت تريد يعني ويندوز 8 32 بت، تقوم بنسخ هذا الرابط. إذا كنت تريد الويندوز 8 64 بت، تقوم بنسخ هذا الرابط. في حالتي سوف أختار أنا شخصيا ويندوز 8 64 بت، أقوم بنسخ هذا الرابط، ثم يعني تذهب مباشرة إلى صفحة جديدة على الإنترنت، تقوم بلصق الرابط الذي قمت ب يعني نسخه وتضغط على انتر، وسوف يدخلك مباشرة إلى هذه الصفحة. تنتظر العد التنازلي للأرقام هنا، ثم تضغط على سالتار ببليسيداد أو تجاوز للإعلانات الأيقونة الصفراء، وسوف يدخل لك مباشرة إلى هذه الصفحة. يجب أن تتوفر على برنامج أوتورنت على أساس يعني تحميل الويندوز 8 عليه. لهذا بالنسبة لإخوان الذين لا يتوفرون على برنامج أوتورنت، هذا هو البرنامج أحبابي في الله، سوف أضع لهم يعني رابط تحميل أسفل الفيديو، تقوم بتحميله وتثبيته مباشرة. عليا بعد أن يدخل لك مباشرة إلى هذه الصفحة، تضغط على Get This Torrent على أساس يعني تحميل مباشرة ويندوز 8 على برنامج أوتورنت. لهذا تضغط على Get This Torrent، ثم سوف تنبثق لك يعني نافذة بهذا الشكل. تضغط على Ecuctar Application أو Run Application هنا مباشرة، وسوف يفتح معك برنامج أوتورنت. لهذا كل ما عليك فعله هو اختيار أولا المكان الذي تريد حفظ فيه يعني الويندوز 8 بعد اكتمال التحميل. تضغط هنا وتختار المكان الذي تريد، فأنا سوف اختار سطح المكتب، ثم أضغط على الصف، ثم تضغط على أوكي هنا، وسوف يبدأ مباشرة كما تشاهدون تحميل الويندوز 8 على برنامج أوتورنت. فتصبر لحين ما يكتمل التحميل، وسوف يعطيك قرص بهذا الشكل. بعد أن يعطيك قرص بهذا الشكل على أساس حرقي، على تقوم بإدخال بطبيعة الحال قرص فارغ يعني بالنسبة لإخوان الذين يريدون تثبيت الويندوز 8 عبر قرص يعني DVD، تقوم بإدخاله في قارة الأقراص الخاص بجهازك. ثم بالنسبة لإخوان الذين لديهم ويندوز 7، ففقط تقوم بالضغط عليه مرتين، أو تضغط ضغطة اليمين والماوس، ثم تضغط على جرافار أو جرافي ليماج يعني ديسك يعني جرافار أو ما شابه ذلك، بورن إن صح التعبير على ما أعتقد باللغة الإنجليزية بهذا الشكل، وسوف تنبثق لك يعني نافذة بهذا الشكل. تضغط على جرافي، وسوف يبدأ يعني حرق الويندوز 8 على القرص الفارغ الذي قمت بإدخاله في قارئ الأقراص الخاص بجهازك. وسوف إن شاء الله أضع لكم يعني شرح تثبيت الويندوز 8 بعد أن تقوم بتحميله وحرقه في يعني قرص فارغ. فبالنسبة للإخوان الذين يريدون تثبيت يعني أيضا الويندوز 8 الذي سوف تقوم بتحميله عبر USB أو الفلاش ميموري، سوف أضع لكم يعني شرح طريقة يعني نسخ الويندوز 8 على USB على أساس تقوم بتثبيته انطلاقا من USB أو الفلاش ميموري. لكن أريد أن أذكر أيضا بأنكم يعني سوف تحتاجون إلى سيريالات يعني على أساس يعني تثبيت الويندوز 8. لهذا سوف أضع لكم أيضا يعني رابط تحميل هذا الملف المضغوط الذي به بعض السيريالات الخاصة بالويندوز 8. ومباشرة بعد هذا الدرس أحبابي في الله، بعد أن تقوم بتحميل الويندوز 8، سوف أضع لكم يعني درس موالي لطريقة تثبيت الويندوز 8 على جهازكم، فهي طريقة بسيطة نفس العملية التي تقوم بها يعني في الويندوز 7 عندما تريدون تثبيت الويندوز 7، فهي نفسها تقريبا، ليس هناك اختلاف كبير. نلتقي أحبابي في الله يعني في الدرس الموالي لطريقة تثبيت الويندوز 8 على جهازك. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.